اوكي، اصحاح 14 لو تفتكروا، اصحاح 13 المره اللي فاتت 12 و13 خلصنا الابواق السبعه، واتكلمنا عن يعني الفتره اللي هي قبل النهايه، اللي هي فتره الانتي كرايست وفتره الفولس بروفيت او اللي هو ضد المسيح والنبي الكذاب. النهاردة بقى نخش في يعني جزء تاني كده من سفر الرؤيا اللي هو إصحاح 14. إصحاح 14 بيتكلم عن مشهد مختلف، بيقول: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000، لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. يبقى أول ما أول حاجة القديس يوحنا شافها هنا إن شاف خروف، والخروف ده طبعا هو المسيح. وبعدين بيقول الخروف ده واقف. واقف دي تفكرنا بكذا حاجة. أول حاجة إن هو قائم في كل حين يشفع فينا، زي ما قلنا قبل كده إن هو لو تفتكروا قبل كده كان خروف قائم وكأنه مذبوح، وبعدين هو قائم في كل حين يشفع أنا فينا. هنا يا أميرة دخلت. فدي حاجة يعني تبين لنا ان الخروف ده هو يعني المسيح. في حاجة تاني ان هو بعد كده يقول لهم اسم ابيه، يعني اللي 144 الف دول اسم ابيه اللي هو ابو الخروف اللي هو الاب، الله الاب، مكتوبا على جباههم. فالخروف ده اللي هو المسيح قائم في السماء، قائم يعني حي، يعني منتصر، قائم يشفع. وبعدين واقف على جبل صهيون، جبل صهيون اللي هو دايما رمز للكنيسة، فكأن دي الكنيسة السمائية. الكنيسة السمائية دي المسيح في الوسط، الخروف واقف في الوسط، ومعه 144,000. واتكلمنا قبل كده على رقم 144,000 إن هو رقم الكنيسة السماوية، 12 سبت من العهد القديم و12 رسول في العهد الجديد و1000 اللي هو رقم السماء. يبقى دي الكنيسة اللي هي شاملة كل الأزمنة، والكنيسة المنتصرة اللي هي في السماء. وال 144 ألف دول اللي هم الكنيسة كلها، وطبعا قلنا قبل كده إن الرقم ده رمزي، يعني مش معنى كده إن اللي في السماء هم 144 ألف يعني بالعدد، لأن قبل كده كمان القديس يوحنا قال إن هو شاف جمع لا يستطيع أحد أن يعده، وهو ده كان الجمع السمائي. فبيقول لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. يبقى أول صفة لل 144 ألف دول إن هم على جباههم مكتوب اسم الله الآب. يعني إيه الكلام ده؟ لو تفتكروا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إن في ناس ليهم سمة الوحش، وسمة الوحش دي على جباههم وعلى أيديهم اللي هو رقم 666، وإن السمة دي معناها إن هم الناس دول مسلمين فكرهم وأعمالهم، الفكر اللي هو الجبهة والأعمال اللي هي الإيدين مسلمينها للشيطان. العكس بقى ال 144 ألف دول إن هم لهم اسم الله الآب مكتوب على جباههم، يعني دول مسلمين فكرهم لله يعني الله الآب أو الله عمل. فيعني معنى كده إن الناس دول اللي هم في السماء دول ناس فكرهم سمائي، فكرهم في ربنا مش في الأرض، مش في الحاجات اللي ليها علاقة بالأرض لكن ليها علاقة بالسماء. دي يمكن تفكرنا مثلا بالآية بتاعت قديس بولس الرسول: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. يعني لو أنا عايش حياة منتصرة فيها قيامة يبقى أطلب ما هو فوق، أطلب ما هو سمائي مش ما هو أرضي. وهنلاقي الحكاية دي بتتكرر كتير في سفر الرؤيا، يعني هنلاقيها حتى النهاردة بتتكرر في الإصحاح كذا مرة. الفرق ما بين الإنسان اللي فكره سمائي والإنسان اللي فكره هنا في الأرض. بعد كده يقول: وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة. وبيقولوا إن المياه الكثيرة دي بترمز لناس من كل الشعوب من كل الألسنة، وكصوت رعد عظيم وليها صوت مدوي. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة. برضو خلوا بالكم من حاجة يعني قلناها قبل كده واضحة هنا في الآية دي، يقول سمعت صوتا من السماء كصوت.
مياه كثيرة، وكصوت رعد عظيم، وكصوت ضاربين بكثارة، يضربون بكثارتهم. يعني ايه، ليه الكاف دي؟ ليه كصوت؟ ليه ما قالش مثلا سمعت صوتا عظيما؟ لان زي ما بنقول الحاجات دي كلها حاجات رمزية، فهو كصوت يعني دي اقرب حاجة احنا نقدر نفهمها. وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة. يبقى الناس دول اللي هم في السماء بيسبحوا ربنا بالقيثارات بتاعتهم، يعني بيرنموا لربنا، بيغنوا لربنا. طبعا ده علامة على الفرح. احنا مثلا لما نروح الكنيسة ونعمل تسبيحة، ده علامة على ان احنا فرحانين بربنا، بنسبح ربنا. هم في السماء بقى على طول فرحانين بربنا، بيسبحوا ربنا. وهم يترنمون كترنيمة، برضو دي مهمة. الترنيمة اللي هم بيقولوها دي كترنيمة جديدة، يعني مش ترنيمة جديدة. ليه بقى؟ لأن الترنيمة دي يعني حاجة كده مميزة قوي للسماء. ليه؟ أول حاجة لأنها ترنيمة جديدة. يعني إيه جديدة؟ ما هي لو مثلا حاجة جديدة النهاردة، بكرة مش هتبقى جديدة، أو الأسبوع الجاي مش هتبقى جديدة، أو بعد كام سنة هتبقى قديمة. لكن يترنمون كترنيمة جديدة. يعني إيه؟ يعني الترنيمة اللي بيرنموها على طول متجددة. يعني إيه؟ يعني تشبيه مثلا من حاجة إحنا ممكن تحصل معانا هنا في الأرض. ممكن أكون مثلا بروح القداس كل أسبوع أو كذا مرة في الأسبوع، ونفس القداس هو بيتصلى، لكن ممكن إن مرات كتيرة وأنا في القداس أكتشف معنى جديد، أو حاجة كده تلمس قلبي مختلفة عن، يعني برغم إن الكلمة دي ممكن أكون سمعتها مرات كتير قبل كده، لكن ممكن تكون لمست قلبي بطريقة مختلفة النهاردة مثلا. يبقى لما بنقول كترنيمة جديدة يعني ترنيمة متجددة، عشان دي برضو تفهمنا شوية حتة إن طب إحنا في السماء مش هنزهق، يعني لما إحنا هنفضل نسبح ربنا على طول. لا، مش هنزهق، لأن كل حاجة بنعملها يعني كل مرة بتتعاد باشتياق، بحب، بتجديد، كترنيمة جديدة. أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، يعني هما بيرنموا الترنيمة دي قدام عرش ربنا وقدام الكائنات الأربعة والشيوخ اللي هما حوالين العرش. ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. دي برضو نقطة مهمة أوي، محدش قدر يتعلم الترنيمة دي. يعني إيه؟ يعني ممكن أي حد يتعلم أي ترنيمة، حتى مثلا لو هو مش بيعرف يرنم، حتى لو صوته مش كويس، لكن ده مش معنى كده إن هو ما يعرفش يتعلم الترنيمة. لكن هو يقصد إيه؟ لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة. يعني دي حاجة محدش هينفع يعلمها لحد. هو اللي في السماء هو فرحان بربنا وبيسبح ربنا، لكن لو هو مش في السماء ما يقدرش يتعلم الترنيمة دي. فدي حاجة مخصوصة للسمائيين، حاجة اختبار سمائي، إن هو الإنسان اللي في السماء بيسبح ربنا على طول وبيسبحه بترنيمة جديدة أو متجددة. مين دول كمان بقى ال 144,000؟ يبقى احنا شفنا ان هم فرحانين بربنا، شفنا ان هم بيسبحوا ربنا على طول، شفنا في الآية الأولى ان هم مكتوب اسم الله على جباههم، يعني فكرهم فكر سماوي. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. طبعا الآية دي يعني زي بقية سفر الرؤيا لازم نفهمها بطريقة رمزية، ودي الآية دي بالذات لا يمكن تتفهم بطريقة يعني حرفية، وإلا يبقى في مشكلة كبيرة، يبقى كده كل المتجوزين مش هيخشوا السماء والستات مش هيخشوا السماء. لكن طبعا دي معناها ايه؟ معناها ال 144,000 دول اللي هم يعني الناس اللي في السماء ما كانوش عايشين في الشهوات بتاعتهم، ما كانوش عايشين لنفسهم، لكن عايشين لربنا. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. ودي آية جميلة قوي. مين اللي هيخش السماء؟ اللي بيتبع ربنا هنا على الأرض، حيث قادني أسيره، حيثما ذهب. يعني كل يعني أنا بمشي ورا ربنا، عارفين الترتيلة الجميلة بيقول حيث قادني أسيره، ولو إلى الصلب، ولو إلى جسيماني، ولو إلى الموت. يعني أنا بتبع ربنا مهما المشوار ده يعني هيوصل بيا لفين، المهم إن أنا بتبع ربنا.
هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف. الناس السمائيين دول المسيح اشتراهم بدمه من بين الناس. المسيح جه وقدم الخلاص للجميع، لكن دول قبلوا الخلاص بتاع ربنا وبقوا هم باكورة لله وللخروف. وفي أفواههم لم يوجد غش. خلوا بالكم دي كلها صفات الناس اللي هتخش السماء. يبقى الناس دول فكرهم في السماء، فكرهم في ربنا، بيتبعوا ربنا حيثما ذهب، عايشين في طهارة مش عايشين في الشهوات بتاعتهم، بيحبوا يسبحوا ربنا، فرحانين بربنا. في أفواههم لم يوجد غش، يعني ما كانوش عايشين بالغش. خلوا بالكم دي حاجة مهمة خالص، يعني إن الإنسان ممكن يعيش بأمانة وممكن يعيش بغش. الغش مش بس إن أنا يعني مثلا أسرق وآخد رشوة، لكن في أنواع تانية من الغش، يعني في كذب، في نصب، في نفاق، في الحاجات دي مش بتاعت الناس اللي هم ماشيين ورا ربنا. وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. طبعا دي آية كبيرة قوي لما يقول واحد بلا عيب. مين فينا بلا عيب؟ مفيش حد بلا عيب، كلنا عندنا عيوب، كلنا يعني ضعفة، لكن بلا عيب لأن هم عاشوا مع ربنا، فربنا خلاهم بلا عيب، ربنا رفع الخطية بتاعتهم. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. يبقى بعد ما شاف، يعني في أول 5 آيات شاف الناس اللي موجودين في السماء، 144,000 اللي موجودين في السماء، وإيه الصفات بتاعتهم وهم بيعملوا إيه في السماء، ابتدى بقى شاف حاجة منظر مختلف. بيقول رأيت ملاكا، ملاكا يعني واحد معاه بشارة، مرسل من ربنا. عارفين كلمة ملاك يعني مرسل، طائرا في وسط السماء. في وسط السماء يعني إيه؟ يعني كل الناس هتشوفه، يعني في الوسط وفوق في السماء، فكل الناس شايفينه. معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. الملاك ده ربنا بعت معاه مسج لكل الناس. خلوا بالكم إن إحنا دلوقتي يعني قريبين قوي من النهاية، فإيه المسج اللي ربنا عايز يبعتها لنا أو بيبعتها للناس قبل النهاية؟ دي بقى الآية دي مهمة جدا جدا، يا ريت ناخد بالنا منها. قائلا بصوت عظيم، دي رسالة ربنا لينا ولكل الناس، كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، مبعوثة للناس كلها، خافوا الله وأعطوه مجدا. إيه رسالة ربنا لينا قبل النهاية؟ يعني كأن ربنا عايز يقول لنا الحقوا نفسكم. نلحق نفسنا إزاي؟ نعمل إيه؟ خافوا الله وأعطوه مجدا. فدي بقى يعني من أهم الرسائل اللي موجودة. خافوا الله، إزاي إن الإنسان يعيش في مخافة ربنا؟ والإنسان اللي بيعيش في مخافة ربنا ده يعني ده كل الهدف بتاعنا، إن إحنا نعيش في مخافة ربنا. رأس الحكمة مخافة الله. طب إزاي؟ يعني إيه أعيش في مخافة ربنا؟ يعني أعيش خايف من ربنا؟ أو مرعوب من الدينونة مثلاً؟ ممكن واحد يعني يتشد لربنا بالطريقة دي، إن هو يخاف من الدينونة، زي مثلا ما سمعنا الأسبوع اللي فات في رسالة القديس أنطونيوس الأولى، إن في ناس بتيجي لربنا عن طريق الخوف، عن طريق إن هو يعني بيقرأ يشوف إن في دينونة للناس اللي بتمشي غلط، وفي مجازاة كويسة للناس اللي بتمشي صح، فبيقرر إن هو يمشي صح. بس هنا خاف الله يعني إيه؟ يعني إيه أعيش في مخافة ربنا؟ يعني كل حاجة بعملها بحرص إن ربنا يبقى موجود معايا فيها، بحرص إن أنا ما زعلش ربنا. عشان كده الإنسان اللي عايش في مخافة ربنا فيه سمات معينة كده، مثلا إن هو ما يحبش يزعل ربنا، بيتوب باستمرار، يعني كل يوم بيعمل حاجة غلط ضميره بيبكته وبيقدم توبة على طول. ده الإنسان المسيحي، ده الإنسان اللي هو التايب. في باله على طول، ما خلي بالكم يعني الناس اللي روح سما دول، شفنا في الاول ان هم لهم اسم الله ابيه على جباههم، يعني على طول في فكره يا ترى ربنا هيتبسط بالحاجه دي ولا لا.
فخاف الله دي يعني كلمة مهمة قوي، إزاي إن أنا أعيش في مخافة ربنا، أعيش حياتي كلها في مخافة ربنا. دي بقى ممكن نطبقها على كل حاجة. يعني أنا مثلا ليه بصلي؟ هل أنا بصلي عشان ده واجب عليا يعني لازم أعمله، ولا أنا بصلي عشان أنا حريص على إن ربنا يكون موجود في حياتي، عشان يبقى في علاقة بيني وبينه؟ ليه مثلا بروح الكنيسة واتناول؟ ليه بعترف؟ ليه بعامل الناس كويس؟ ليه لو مثلا غلطت في حد بعتذر له؟ ليه ما بعملش حاجة غلط؟ ولو عملت حاجة غلط بتوب على طول؟ ما كل ده ينطبق عليه إيه؟ خاف الله. خاف الله، مخافة ربنا يعني مهمة قوي قوي. يعني حتى لما ييجوا يوصفوا واحد متدين يقولوا عليه إيه؟ ده بيخاف ربنا. بيخاف ربنا يعني عايش في مخافة ربنا. يا ريت كلنا نفتكر المسج دي، مسج مهمة قوي قوي. يعني خلوا بالكم دي من المسجز المهمة جدا في سفر الرؤيا، لأن احنا بنتكلم في قبل النهاية، نهاية يعني قبل المجيء التاني، ودي المسج اللي ربنا بعتها للناس قبل المجيء التاني. ايه المسج؟ خافوا الله. تاني حاجة، أعطوه مجدا. أعطوه مجدا دي برضو مهمة قوي. ازاي ندي المجد لربنا؟ ندي المجد لربنا بإن احنا نعيش صح. يعني لما بعيش في مخافة ربنا، بنفذ وصايا ربنا، أنا كده بمجده. ينظرون أعمالكم الحسنة ويمجدون أباكم الذي في السماوات. يعني لما أنا بعيش حسب الوصية أنا كده بدي المجد لربنا. لما أنا بعيش صح أنا كده بدي المجد لربنا. لما أنا بسمع كلام ربنا بدي له المجد. لما أنا بصدق كلام ربنا برضو بمجده. إزاي؟ يعني في آية مشهورة كده يقول إيه؟ بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يعني لو عايز ترضي ربنا، إيه اللي ربنا بيحبه قوي؟ إن أنت تصدقه. أصدق إن هو اتجسد واتصلب عشاني وفداني. أصدق إن هو المواعيد اللي هو قالها لي، الوعود اللي هو قالها لي في الإنجيل. أنا كده بدي المجد لربنا. ده حتى يعني لما أنا بعيش صح وبخش السماء، ده نفسه بيمجد ربنا. يعني احنا بنقول كده في القداس، بنقول واهدنا يا رب إلى ملكوتك، اهدينا يا رب إلى ملكوتك، يعني وصلنا للسماء. ليه؟ لكي بهذا يعني بوصلنا السماء، كما أيضا في كل شيء يعني بوصلنا السماء وكل حاجة تانية بنعملها في حياتنا يحصل إيه؟ يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس. واخدين بالكم؟ يعني أنا حتى لما أنا بعيش صح وأخش السماء، ده في حد ذاته مجد لربنا. ليه؟ لأن هو إيه هدف إن ربنا اتجسد واتصلب وعمل كل ده عشاني؟ إن أنا أبقى معاه في السماء. يبقى أنا لما بستجيب للخلاص ده، لما بستجيب للدعوة بتاعت ربنا وأعيش معاه، أنا كده بدي المجد لربنا. يبقى مهم قوي 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 الآية دي، قائلا بصوت عظيم، صوت كل الناس سامعاه وصوت قوي، خافوا الله وعطوه مجدا. يا ريت نفتكرها في حياتنا دايما، لأنه قد جاءت ساعة دينونته. يعني كأن بالظبط الملاك ده بيقول للناس إيه؟ الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم، لأن ساعة الدينونة خلاص على الأبواب. الحقوا نفسكم إزاي؟ خاف الله وعطوهم مجدا، لأنه قد جاء ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. خافوا ربنا وعطوه مجدا، لأن هو اللي خلق الدنيا دي كلها، وهو اللي خلقنا، وهو اللي المفروض كل حاجة ترجع له، كل حياتنا تقول ليه تاني. يبقى دي المسج الأولانية. يعني ربنا كده هيبعت كام مسج قبل النهاية. أول مسج فيهم، أول رسالة، خاف الله وعطوه مجدا. تاني رسالة، ثم تبعه ملاك آخر قائلا، سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. يبقى أول رسالة، عيش في مخافة ربنا عشان تنجي نفسك. عيش في مخافة ربنا وودي المجد لربنا عشان تنجو من الدينونة، أو لو عايز تنجو من الدينونة. تاني رسالة، رسالة بقى قاسية للناس اللي مش هتخاف ربنا واللي عايشة في الشر،
ايه الرسالة دي بقى؟ سقطت بابل المدينة العظيمة. طبعا من هنا يعني لغاية يمكن اصحاح 20 هنسمع بابل كتير قوي، وفي يعني اصحاحين كاملين على بابل. فعايزين نعرف ايه موضوع بابل ده. اول حاجة ايه هي بابل؟ بابل اللي هي المدينة اللي هي دلوقتي يعني في الحتة اللي هي تقريبا ناحية العراق وإيران والمنطقة دي. بابل دي ليها تاريخ كده مهم، زي ما شايفين في الصورة دي، الصورة دي بتاعت برج بابل. لو تفتكروا برج بابل، هي اتسمت بابل عشان لما الناس حابة يبنوا البرج ده، ربنا بلبل ألسنتهم، خلاهم يتكلموا لغات مختلفة. لغاية برج بابل ده كان كل الناس بتتكلم لغة واحدة. ايه اللي حصل في برج بابل ده؟ البرج ده ابتدى يتبني، او الناس فكرت تبنيه بعد الطوفان. ليه؟ هما الناس حبوا ان هما يعيشوا في الشر بعد، يعني بعد نوح وعيلته ما عرفوا ربنا وكده، ابتدى يعني يجي نسل اكتر والناس تزيد في العالم، والناس ابتدت تعيش في شر تاني. فالناس لما سمعوا عن قصة الطوفان دي قالوا احنا عايزين نحمي نفسنا، يعني انا عايز اعيش غلط، مش عايز اعيش مع ربنا. بس في نفس الوقت ربنا ده لما الناس عاشت غلط قبل كده، هو نزل طوفان وقفناهم. فايه الحل؟ احنا هنبني برج. هم قالوا كده في سفر التكوين، لو ترجعوا لسفر التكوين، هنبني برج رأسه للسماء، هنبني برج كبير قوي، عالي قوي، مرتفع جدا، هيوصل للسماء. يبقى ربنا بقى ينزل مطر طوفان ما ينزلش مطر، احنا ملناش دعوة، هنطلع البرج العالي بتاعنا ونحتمي فيه. فهما كده عملوا ايه؟ وقفوا قصاد ربنا، يعني وقفوا against ربنا، ضد ربنا. انا عايز اعيش بالطريقة اللي انا عايزها، عايز اعيش بمزاجي، وفي نفس الوقت عايز أأمن نفسي. تاني حاجة في بابل، ان هي نتيجة الكبرياء ده، ما ده كبرياء الانسان، انا عايز اعيش زي ما انا عايز مش زي ما ربنا عايز، مش عايز اتبع الوصايا والحاجات دي، انا عايز اعيش بالطريقة اللي انا عايز. ايه اللي بيجي بعد كده؟ ان انا بعيش غلط، لانها سقط جميع الامم من خمر غضب زناها، ان الانسان بيعيش في الزنا. وان كان الزنا هنا مقصود بيه اكتر الزنا الروحي، ان انا بدل ما انا ملتصق بربنا بلتصق بحاجة تاني، بلتصق بالعالم، بلتصق بالشهوات، بلتصق بالخطايا، بلتصق بالشيطان. المهم ان انا بزني بعيد عن ربنا. وطبعا لو تقروا كتب كتير في العهد القديم، يعني بالذات مثلا سفر هوشع، بيتكلم كتير جدا عن الزنا الروحي، انها سقط جميع الامم من خمر غضب زناها. يعني كأن بابل دي هي اللي علمت الناس الكبرياء والزنا، سقط جميع الامم من خمر غضب زناها. فبابل دي بقت رمز للشر، رمز لاي انسان بيقف قصاد ربنا، بيتكبر، بيعيش بمشيئته هو، وبيقف ضد الله. يبقى الرساله الاولى خافوا الله واعطوه مجدا، الرساله الثانيه سقطت، يعني لو مش هتخافوا الله وتعطوه مجدا، العيشه في الشر هتؤدي الهلاك. ثالث رسالة، ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم، وإن كان أحد يسجد للوحش وصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضب. يعني لو حد مش هيسمع يعني وهيمشي تبع الوحش، فالوحش ده اللي هو الانتي كرايست زي ما شفنا، اللي هو ضد المسيح، لو حد هيمشي تبع ضد المسيح، هيرفض المسيح وهيمشي تبع شهواته وهيمشي تبع الوحش ده، ويقبل سمته على جبهته أو على يده، هيفكر فكر الشيطان بأفكار الشيطان، أو هيعمل بأعمال الشيطان، هيبقى نصيبه زي نصيب بابل بالظبط، زي نصيب الإنسان اللي وقف ضد ربنا وعاش في الزنا. فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله. يبقى الخمر هنا بدل ما كان رمز للفرح، وعادة يعني الخمر في الإنجيل رمز للفرح، دلوقتي بقى فيه خمر غضب الله، اللي هو لو حد مشي ضد لربنا. المصبوب صرفا، صرفا يعني مش دايلوتد، مش مخفف، يعني مركز. المصبوب صرفا في كأس غضبه، يعني كأن رمزيا يعني في كأس غضب الله وكل الناس هتشرب منها، يعني هيبقى فيه عقاب، هيبقى فيه يعني consequence
للعمل اللي الناس عملته، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. والناس دول اللي هم مش هيقبلوا ربنا وهيعيشوا في شهواتهم وهيعيشوا بمزاجهم، دول هيبقى نصيبهم النار والكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. برضو هنا أمام الملائكة وأمام الخروف دي تفكرنا بحاجة، يعني مثلا فاكرين في قصة الغني ولعازر، الغني كان شايف إن لعازر عايش كويس بس هو مش قادر، هو عايش غلط، عايش بعيد عن ربنا، فما بقاش قادر يبقى قريب من ربنا في السماء. ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولا صورته ولا كل من يقبل سمة اسمه. اللي هيمشي ورا ضد المسيح، اللي هيمشي ورا الشيطان، مش هيبقى له راحة للأبد، لكن اللي هيمشي مع ربنا هيبقى له راحة للأبد. آية مهمة بقى، آية 12، هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. إيه اللي يحفظنا من الكلام ده؟ احنا شفنا الملاك الأول قال إيه؟ خافوا الله وعطوه مجدا. الملاك الثاني قال سقطت بابل المدينة العظيمة. الملاك الثالث قال اللي هيمشي تبع الوحش وسمته هيبقى نصيبه زي نصيب بابل. فبيقول هنا صبر القديسين، الناس اللي صبروا واللي عاشوا مع ربنا كويس واللي حفظوا وصاياه وصبروا، يعني إيه بقى؟ صبروا على الضيقة، صبروا على المشاكل اللي بتجيلهم في الدنيا، على الأمراض، على التجارب، على الاضطهاد، على الجهاد الروحي اللي بنجاهده كل يوم، إزاي إن أنا بجاهد ضد الملل، ضد الفتور، ضد الخطايا اللي فيا، بحتمل الناس على جميع أشكالهم. ما هو ده الجهاد بتاع القديسين، هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله، اللي ماشيين تبع الإنجيل، اللي ماشيين تبع وصية ربنا، وإيمان يسوع. عشان كده قلنا إن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يعني القديسين هنا عملوا إيه؟ سمعوا كلام ربنا، يحفظون وصايا الله، صبروا على إن هم يجاهدوا في حياتهم الروحية، وصدقوا ربنا. دي النقطة دي على فكرة مهمة قوي، ازاي ان انا اصدق ربنا، اصدق ان ربنا جه وفداني، اصدق ان في سما وان ليا نصيب معد، واصدق ان ربنا بيحبني وان ربنا مديني وعود كتير علشان يساعدني في جهادي هنا على الارض. يبقى القديس هو مين؟ هو اللي حفظ وصايا ربنا وامن بيه وصبر. عشان كده كلمة الصبر دي تلاقوها بتتكرر كتير قوي، حتى المسيح لما اتكلم عن علامات المجيء التاني قال ايه؟ بصبركم تقتنون انفسكم. لو عايزين تنجو من الحاجات اللي انا قلتها دي كلها اصبروا. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب، طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان. تشجيع بقى للناس انها تعيش مع ربنا. اللي بيموت في الرب، في الرب يعني ايه؟ القديس بولس بيقول ان عشنا فلرب نعيش وان متنا فلرب نموت. يبقى في واحد بيموت في الرب، عاش مع ربنا ومات وهو في ربنا. الذين يموتون في الرب منذ الان، نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. يبقى الناس دول اللي هم القديسين اللي عاشوا مع ربنا طول حياتهم، دول هيستريحوا بقى من كل الحاجات اللي قلناها دي. لو تعرضوا للاضطهاد هيستريحوا من الاضطهاد، لو كان عندهم مرض او تجربه هيستريحوا منها، لو حتى هيستريحوا من الجهاد ضد الذات وضد الخطايا هيستريحوا، واعمالهم تتبعهم، والاعمال بتاعتهم دي هي دي اللي يعني هتذكر ليهم، هتتبعهم، هتبقى كريدت ليهم. ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس. يبقى المنظر اللي بعد كده إن قديس يوحنا شاف سحابة، والسحابة دي دايما رمز لحضور ربنا. ربنا ظهر في السحاب كتير قوي في العهد القديم، وأشهر موقف فيهم إن هو كان في سحابة بتتبع شعب إسرائيل في البرية، وفي سحابة كانت بتستقر فوق خيمة الاجتماع. وعلى السحابة جالس، احنا شفنا المسيح قائم ودلوقتي بنشوف المسيح جالس. جالس دي يعني ايه؟ جالس للدينونة. لما شفناه قائم كان قائم يشفع فينا، دلوقتي هو جالس يعني جه وقت الدينونة، جات النهاية. شبه ابن انسان اللي هو المسيح، له على رأسه اكليل من ذهب اللي هو الملك، وفي يده منجل حاد
زي ما شايفين في الصورة، وهنشوف المنجل ده دلوقتي. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة، أرسل منجلك. طبعا هو الملاك هنا مش بيدي أمر لربنا، لكن بيعلن إيه اللي ربنا هيعمله. أرسل منجلك وأحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. الآية دي مهمة أوي. دلوقتي المسيح في وقت الدينونة هيحصد الأرض، يعني في حصيد، والحصيد ده بالمنجل زي ما عارفين المنجل بيستعملوه عشان في الحصاد، عشان يعني يحصدوا المحصول. فبيقول أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. ده دي الساعة، خلاص الوقت جه. إمتى بقى الوقت جه؟ إذ قد يابس حصيد الأرض، يعني إمتى الوقت اللي هيبقى فيه النهاية، اللي هيبقى فيه الحصاد؟ لما حصيد الأرض يحصل له إيه؟ ييبس. يعني إيه؟ ييبس يعني إيه؟ يعني يجف، ينشف. وينشف يعني إيه؟ يعني مفيهوش مية، مفيهوش روح، مفيهوش الروح القدس. لما يبقى مفيش ناس بتتوب، مفيش ناس عايشة بالروح القدس، مفيش ناس مدية روح القدس قيادة لحياتها، يبقى دي ساعة إيه؟ ساعة الحصاد. عشان كده ربنا بيستنى أزمنة كتير قوي. ليه؟ لأن لسه في ناس بتتوب، ولسه في ناس بتحب، ولسه في ناس بتعيش بالروح القدس. لكن لما الموضوع ده يخلص، يبقى خلاص ده وقت الحصاد. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض، فحصدت الأرض. فلما المحصول كله يبس، ما بقاش فيه روح، راح أرسل المنجل بتاعه وحصد الأرض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد. خلوا بالكم الدينونة جاية منين؟ ابتداء القضاء من الهيكل الذي في السماء، من الهيكل نفسه. بس دي برضو تفكرنا بحاجة، إن كل حاجة طالعة من الهيكل، يعني طالعة من مكان حضور ربنا، المكان اللي كله حب، بس كمان المكان اللي فيه عدل. معه أيضا منجل حاد. وخرج ملاك آخر من المذبح، له سلطان على النار. سلطان على النار يعني إن هو يفتح الجحيم. وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد، قائلا أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض. يبقى في الأول كان حصاد، يعني زي قمح مثلا، عشان الحصاد ده جف ما بقاش فيه روح خلاص. دلوقتي في منظر تاني، احصد عناقيد العنب، عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج، خلاص جه وقت الحصاد. بس العنب ده هيروح فين؟ كان العنب ده المفروض ان هو يبقى ثابت في ربنا. العنب ده الكرم ده، انا الكرم وانتم الاغصان. لكن ده بقى الناس اللي ما ثبتتش في ربنا، هيحصل ايه؟ فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض، فالقاه الى معصرة غضب الله العظيم. خلوا بالكم موضوع المعصرة ده احنا سمعنا عنه قبل كده. المسيح قال في سفر اشعياء، انا دست المعصرة وحدي. لما المسيح دخل الآلام بتاعته ودخل الصليب، قال أنا دست المعصرة وحدي، ومن الأمم لم يكن أحد معي. لكن دلوقتي بقى في معصرة تانية، بقى معصرة غضب الله العظيمة. اللي ما استفادش بالخلاص بتاع المعصرة الأولانية، اللي ما خدش الخلاص بتاع المسيح، هيدخل في معصرة غضب الله العظيمة. فدي حاجة مهمة قوي. بيقول المعصرة غضب الله دي بقى إيه؟ ديسة المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل. يعني دم كتير قوي، لجم الخيل يعني لغاية زي ما احنا شايفين في الصورة كده، لغاية راس الخيول، مسافة 1600 غلوة. ايش معنى 1600 غلوة دي؟ 1600 دي يعني 4 في 4 في 1000. برضو قلنا 1000 ده رقم الحاجات السمائية، لكن 4 في 4 يعني ايه؟ ده رقم جميع أركان الأرض، إن خلاص كل الأرض حصدت من كل الجهات، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، كله حصد. واللي ما استفادش بالمعصرة الخلاص اللي المسيح جازها لينا، ده هيبقى في معصرة غضب الله العظيم. صح، جميل. يعني في مسجز كتير حلوة لينا، ياريت إن احنا نفتكر. يعني كل واحد كده يعني لو في حاجة حاسس ان هي لمسته يعني يفتكرها. بس عايز افكركم بالمسج الاخرانيه اللي انا حاسس انها مهمه قوي. بيقول خاف الله وعطوه مجدا. الانسان اللي عايز ينجي نفسه من الدينونه هو ده الطريق. خاف الله، عيش في مخافه ربنا،
فياريت نفتكر الحكاية دي دايما، كل حاجة بعملها، كل يعني تصرف بصرفه أفتكر هل أنا عايش في مخافة ربنا ولا أنا يعني مش هممني. لو مش هممني يبقى خطر، لكن لو أنا عايش في مخافة ربنا يبقى أنا كده ماشي صح، حتى لو أنا بغلط. لكن برضو وأنا بغلط بقدم توبة على طول، وهي دي الحياة في مخافة ربنا، إن أنا بقدم توبة باستمرار، بقول لربنا أنا ممكن أكون ضعيف، ممكن أكون مش قادر، ممكن أكون بقع كتير، بس أنا هدفي إن أنا أعيش في مخافة ربنا. لإلهنا المجد دائما أبديا أمين. لو حد يحب يقول أي تعليق أو سؤال تفضل. طيب لو سمحت نصلي. أبونا، تفضلي تنتظري. في عدد اتنين أنا ما أعرفش أنا فهمتها صح ولا غلط، بس يا ريت توضحها لي أكتر تاني، اللي هي وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه وكصوت رعد وكصوت ضاربين بالكثارة ايوه يضربوا كل كا ديت. الكا ده تشبيه، تبقى مثلا الرؤية بالنسبة له كحاجة مش واضحة، ولا أنا ممكن توضحها لي تاني يا أبونا لو سمحت؟ ما زي ما بنقول، لما بيقول دايما ك او شبه، رأيت شبه ابن انسان او كصوت، يعني معناه ان هو بيتكلم عن حاجات يعني مش كلها احنا نقدر نفهمها كل يعني بوضوح. ليه؟ لان هو بيتكلم عن رؤية للحاجات اللي هتحصل في اخر الازمنة، للمجيء التاني، لحاجات سمائية مش كلها نقدر ان احنا نفهمها كلها. فعشان كده بيقول ك او شبه، يعني ده اكتر حاجه ممكن، يعني زي مثلا ايه، انا شفت منظر بس مش قادر ان انا اوصفه بالظبط، فبقول يعني شبه مثلا كده، يعني دي اقرب حاجه اقدر اوصلها يعني للناس. فعشان هي حاجات فوق عقلنا، فوق ادراكنا. ثانك يو بونا. طيب نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد.